لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أبرز معاني ربوبية الله تبارك وتعالى الخلق. لما تشوف مسألة الخلق دي في نفسك وفي العالم هتلاقي نفسك مرتبط منتمي متعلق بالله تبارك وتعالى. لما تعرف ان انت شخصيا كنت عدما وخلقك الله من لا شيء تحس بايه؟ بالتعلق بالله، ربنا اللي خلقك، كنت مكنتش حاجة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولما تشوف بقى كل الكائنات والمخلوقات عليك وان ربنا عز وجل هو الذي خلقها تحس بعظمة الرب عز وجل، تعظم بقلبك ربك، تشوف الحمد لله رب العالمين. جمع ليه؟ جمع ليه؟ مش الحمد لله رب العالمين، ليه العالمين؟ ليدل على ساعة خلق الله عز وجل. شوف بس وتدبر كده، يعني في ما نرى وما نشاهد من مخلوقات في السماء، شوف الشمس دي كتلتها قد الارض 1,300,000 مرة. تعرف الارض دي قد ايه اصلا؟ الناس اللي ركبت الطيارة بعد ما الطيارة بترتفع كده بتلاقي الناس والبيوت والعربيات زي نقطة صغيرة زي النملة. الأرض دي كبيرة، الكرة الأرضية دي كبيرة جدا 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 فوق ما تتخيل. الكرة الأرضية دي ضخمة فوق ما تتخيل. الكرة الأرضية دي بالنسبة للشمس زي نقطة شمس قد الأرض 1,300,000 مرة في الحجم. الشمس دي بقى بالنسبة لبعض النجوم زي نقطة، في نجوم حجمها قد الشمس مليار مرة، والسماء فيها من النجوم مليارات النجوم. وكل دول في السماء الدنيا، مخلوق صغير من مخلوقات الله. فوق السماء الدنيا السماء الثانية، السماء الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة. والسماوات والأرض كلها بالنسبة لعرش الرحمن عز وجل كحلقة في ثلاث ولا حاجة. كل بارد بما فيه العرش خلقه الرب تبارك وتعالى. تعلم قدرة الرب عز وجل وعظم الرب تبارك وتعالى، عظمة المخلوق تدل على عظمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.